is WRNO Worldwide, broadcasting on frequency 7505 kilohertz from its transmitter site in New Orleans, Louisiana. This is WRNO Worldwide on frequency 7505 kilohertz. We would love to hear from you, so please email us at WRNOradio@mailup.net or send us a letter by mailing us at P.O. Box 895, Fort Worth, Texas, 76101. We offer a collection of inspiring messages and song to help you learn about God's grace and His love for you. احنا بنرحب بكم باسم الرب يسوع المسيح وفي هذا الرسالة البسيطة ربنا وضعه وسط الروح القدس عشان نحن نكون مع بعض. وبالترنيم ايضا اللغة العربية الرب يعمل من اجل محبته. الاصحاح السابع. بعدما ألقى يسوع الأقوال في مسامع الناس دخل كفرناحوم، وكان لأحد الضباط خادم مريض أشرف على الموت وكان عزيزا عليه، فلما سمع بيسوع أرسل إليه بعض شيوخ اليهود يسأله أن يجيء ليشفي خادمه، فأقبلوا إلى يسوع وألحوا عليه في القول: هذا الرجل يستحق أن تساعده لأنه يحب شعبنا وهو الذي بنى لنا المجمع. فذهب يسوع معهم، ولما اقترب من البيت أرسل إليه الضابط بعض أصحابه يقول له: يا سيد لا تزعج نفسك، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، ولا أحسب نفسي أهلا لأن أجيء إليك، ولكن قل كلمة فيشفى خادمي، فأنا مرؤوس ولي جنود تحت أمري، أقول لهذا اذهب فيذهب، وللآخر تعال فيجيء، ولخادمي اعمل هذا فيعمل. فلما سمع يسوع هذا الكلام تعجب منه والتفت إلى الذين يتبعونه وقال: أقول لكم ما وجدت مثل هذا